بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية حضرموت، وفي إطار مشروع تحسين سبل العيش وضمن البرامج التدريبية بالقطاع الزراعي، دشنت المرحلة الأولى من دورات تأهيل المزارعين في منطقة عزان بمديرية ميفعة شرق محافظة شبوة. المشروع هذا يستهدف 100 مزارع ورفدهم بالأدوات المهنية على حسب الاحتياجات المرفوعة من قبل مكتب الزراعة بالمحافظة، وسيتم تأهيلهم على أدوات الزراعة الحديثة وعلى أدوات الري والأسمدة بالإضافة إلى البذور المحسنة، كما سيتم توزيع أدوات زراعية تعينهم على تحسين منتجاتهم الزراعية. هذا التدخل في مجال الزراعة يحسن سبل المعيشة، لأن هذه المديريات تعتمد في الغالب على الزراعة، فلا بد أن تكثر من التدخلات من المنظمات في هذا الجانب. نحن بدورنا نشكر المملكة العربية السعودية ونشكر مركز الملك سلمان على تدخله في عدد من الجوانب والتدخلات التي حسنت من سبل معيشة الناس في هذا البلد، كما نشكر ائتلاف الخير الشريك المنفذ الذي بذل جهود كبيرة جدا في تنفيذ هذا المشروع. هذه البرامج التدريبية سوف تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها. كثير من المزارعين هي يستفيدون من هذه المساعدات، لأن مديرية ميفعة هي تعتبر من أكبر المديريات في محافظة شبوه في من جانب الزراعة. نشكر مركز الملك سلمان للجهود الزراعية في مديرية ميفعة، نشكر القائمين عليها. واحنا مزارعين وعندما تحصل على الجهود من قبل اي منظمه يعني تكون يعني يكون انتاج اكثر. وبعد ان يتلقى المزارعون المعلومات النظريه والعمليه خلال هذه الدوره، سيقومون بترجمتها على ارض الواقع، مما سيساهم في تحسين المعيشه لكثير من الاسر، لا سيما وان هذه المناطق تعتمد اعتمادا شبه كليا على هذا القطاع. حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة.